كل السنين دي وما فكرتيش في بنتك التانية؟ عايشة في العز والهنا والنعيم ده كله ورميتيني للذل والمربوطة؟ صعبتش عليكي؟ انتي سايباني الراجل بخيل ومفتري وما بيرحمش؟ ما فكرتيش فيا؟ كنتش بتقولي يا ترى البنت دي جعانه ولا عيانه ولا حتى ماتت؟ ردي عليا، قولي ايه اللي سبتيني ليه في الفقر والشقا وخدتيها هي؟ اشمعنى انا اللي السبب؟ هو انا مش بنتك زيها؟ ردي ردي عليا يا شيخ. حرام عليكي حرام عليكي، ده انا كعوب رجليا شقات من كتر المرمطة والجري في الشوارع. عمري راح من غير ما أعيشه. انتي لو بني آدمة كنتي دورتي عليا. وتدوري عليا ليه؟ ما انتي عارفة مطرحي، بس ما سألتيش فيا. خدتي بنتك وهربتي بيها ورميتيني هني. انتي ام؟ انتي ام ازاي؟ هو اللي بين ضلوعك ده قلب؟ هو اللي بيجري في عروقك ده دم؟ لا لا، أنا بكرهك. أيوة بكرهك. على قد ما كان نفسي أشوفك وأحضنك وأتملى منك، على قد ما بكرهك بكرهك بسبب العذاب اللي شفته مع السلطان. أنتي والسلطان؟ أنتي والسلطان منكم لله؟ مش مسامحاكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.